بن شيخ، شفنا حتى اللاعبين اللي ما لعبوش ما داروش مشاكل ايضا، ما سمعناش اشياء مثل اللي سمعناها في مونديال 2010، حتى في 1982 ايضا ما لعبش. واش يحس اللاعب اللي ما يلعبش؟ كيفاش؟ هل يساند زملائه؟ هل من حقه يزعف؟ هل لا، هو من حقه يزعف. انا من جهتي زعفت بزاف. وشنو زعفت؟ للداخل، رجعت للداخل. رجعت للداخل لان دوك نتكلموها بكل صراحه، عندي بلاستي ا 200%، ماشي ا 100%، ا 200% عندي بلاستي، وكنت نجم ندير حوايج كبار. انا هذه اللي غاتني لكاس العالم. كاين لعاب في هذيك الفريق ما عندوش كاع بلاصو، ما يتكونفوكاش كاع، يلعب ميليو تيرا. مي دوك كي جبتها انا قلت لك كان يلعب في الوسط، في الحقيقه ما يتكونفوكاش كاع. وهذا ماشي دوك نجي ضد المدربين، لا، انا خالف محيدين وصديقي وكذا. ما كاش الانسان اللي ما يغلطش، وهذه الدنيا انسان يسامح ميتغيد يعني انت لو كان لعبت ضد المانيا او ضد شيلي او كنت قادر، حاس نفسك بانك كنت قادر تمد اشياء اضافيه للمنتخب الوطني. انا لعبت ضد لي ميور زيكيب، لي ميور كلوب او موند، ودرت دي كرو ماتش. لعبنا في ليون كونتر ليون ولا شفا مصطفى دو ان، دخلنا نوبلو مي كنا زيرو، دخلنا نوبلو الماتش قلبناه بدو ان، لابريس كاع مورايا تانترفيوي فيها. ما كان نهضروا في هاد الحوايج هادو باسكو العشي جاز. و يعني من حقه من حقه اللاعب يزعف بن شيخ لما من حقه يزعف. من حقه يزعف اللي يكون عنده بلاستو يزعف، بصح اللي جوست رومبلاسون هذاك ما يزعفش. اسكو شفت انت باللي كاين لاعب، شفت واحد جوست رومبلاسون يزعف؟